طبعا واحنا بنتكلم على مهرجان العالمين انك تبدا بنجم كبير جدا حفله ضخمه غدا، فنان الكبير محمد منير الكينج، هو كينج الحقيقه محمد منير. النهارده تقدر بتتكلم على مشوار عمر، يعني مشوار اجيال، مشوار فني طويل، مشوار متنوع، مشوار الكلمه، اللحن، يعني العمق. مهما قعدت تتكلم عن منير انت محتاج يعني وقت كبير، ولكن خليني بما انه يعني الزميل العزيز طبعا وهو ايضا يعني عملاق في الفن، الكاتب الصحفي الكبير مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن. مساء الخير يا مصطفى. يا استاذة شفقي، سعيد اني معاكي ومع جمهورك الكريم في التاسعة مساء، يعني وحشانة جدا، وطلتك بتفرق وبتطمن المشاهدين من خلال التاسعة. الله يخليك يا مصطفى. انا بتكلم عن النجم محمد منير كينج، ومحمد منير طبعا بنتكلم على مشوار، فخلينا نقول انه بنبدا مهرجان العالمين بحفل كبير غدا كمان في اليوم الثاني للمهرجان مع حفلة كبيرة لمحمد منير. خليني اقول لك في البدايه ان من اجمل وامتع الحوارات اللي اجراها منير عبر تاريخه هي الحلقات اللي اجراها مع الاعلاميه شفقي المنهيري. الله يخليك. انا بستمتع بيها. حدوته مصريه جدا. أيوه. صحيح طبعا، وبرجع لها كل شويه لان منير وحضرتك يعني اديتوا فيها امتاع صدق وكل الفنون اللي ممكن ندور عليها في الحوار التلفزيوني. قيمة محمد منير هي يعني لا توصف في كلمات يا استاذ شفقي، ولا نستطيع ان نختزلها في الاف المقالات ولا عشرات الساعات البرمجيه. منير هو صوت اجيال واجيال واجيال القادم من الجنوب ليسكن عقل ووجدان كل جمهوره بالوطن العربي وبالعرب اللي في الدول الاوروبيه وكمان في القاره الافريقيه. اعتقد ان اختيار صوت منير ليفتتح حفلات مهرجان العالمين هي رسالة سلام لدول الجوار. صحيح. منير هو الصوت يعبر عن السلام. صحيح، هو الحدوتة، هو الحدوتة المصرية. منير بيحكي الحدوتة المصرية. إذا كان الشعب السوداني دلوقتي يعيشون أزمة كبيرة جدا، فأعتقد إن هم يتوحدوا غدا للاستمتاع بصوت محمد منير والنغمات أجانيه اللي بتحفظوها عن ظهر قلب. إذا كان أشقائنا في فلسطين بيمروا بيعني أوضاع غير إنسانية، ولكن صوت محمد منير هيديهم دافع للصمود والاستمرار. عندما يجني ليهم علي صوتك، علي صوتك. محمد منير رسالة قوية ومهمة من الشركة المتحدة إن هو يفتتح مهرجان العالمين، وأعتقد هتبقى واحدة من أنجح الحفلات مش في مصر ولكن في الوطن العربي. أكيد. خلال 2024. طب رأيك إيه بما إن إحنا بنتكلم عن السلام وعن أيضا يعني الشركة المتحدة هي جزء لا يتجزأ من 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 نسيج الوطن ده، يعني وخصوصا يعني نحن يعني نتحدث إعلام، يعني فالعين شايفة ما يحدث في قطاع غزة، إنه يبقى 60% من المهرجان رايح لأهالينا في قطاع غزة. مصر علم تجديد من 48 وتشفت عن دعم القضية الفلسطينية، لا فنيا ولا ثقافيا ولا سياسيا ولا حتى بالدعم الشعبي والتعاطف الكبير اللي بتلقاه القضيه الفلسطينيه في قلب وفي عقل ووجدان كل مواطن مصري، وده يلخصه المشهد البديع لبائع الفاكهه اللي كان بيلقي على يعني حافلات المساعدات المصريه المانجا والفواكه اللي امامه علشان تمر لاطفالنا واهلنا في قطاع غزه. هو اختزل الشعور المصري في هذا المشهد البديل. اعتقد ان قرار عظيم جدا من الشركه المتحده ان 60% من الارباح زي ما كان مراسل البرنامج يتحدث موجهه للفلسطينيين بشكل عام. صحيح. واعتقد ان الاهم بالنسبه لي كمثقف وكصحفي وكمواطن مصري ان يرفرف علم فلسطين بجوار علم مصر طبعا خلال اقامه فعاليات المهرجان من 11/7 الى 30/8. دي الرساله الاهم اللي علم فلسطين، هناك دولة فلسطينية، مصر أحيت مرة أخرى فكرة العودة لترابيزة المفاوضات وإقرار حل الدولتين ليعيش الشعب الفلسطيني جوار الشعب الآخر في سلام، لأن لا حل لهذه القضية وهذا الصراع إلا بإحلال السلام داخل دولة فلسطين. أكيد. طيب أخيرا بقى، غدا ماذا سيغني محمد منير؟ يعني هل تم منير اعلن عن لانه اغاني منير ده مشوار طويل، فهيغني ايه؟ هيختار قديم وجديد ولا عنده حاجات جديده؟
هيجني مدد طبعا، وهيجني امبارح كان عمر 20 الاغنيه اللي انت حولتيها لبرنامج بتاعي. أيوة في رمضان كنت مستمتع بيه جدا برضه. أيوة هيجني لما النسيم، وهيجني أيوة وهيجني كل حاجه تدعو للسلام والمحبه، لان العالمين سلام ومحبه. انا عن نفسي مستني منه اكلمه كمان شويه علشان علي صوتك في الجنة. صحيح ده الحاجه الوحيده اللي بتمنح جمهور منير يعني الثقه والاطمئنان. طب انا هقول هغششك حاجه بس مصطفى، يعني كان عمري 20 على فكره هي تراث جزائري، هي اغنيه من التراث الجزائري، فده جمال محمد منير. غنى من التراث المصري طبعا، غنى من التراث كمان اللبناني، غنى من التراث الجزائري. منير هو باحث غنائي، يعني الحقيقه كميه الغنى الحلو في مشوار محمد منير هو غنى مبني كمان عن بحث في الموسيقى، فالمتعه ان شاء الله تبقى رائعه يعني.